Write C++ program to add the numbers between 1 and 100 and find the average. إذن برنامج بسيط مجرد يريد مجموع الأعداد، إنه يريد يسوي عملية addition إلى هذه الأعداد اللي محصورة بين الواحد والمية، وبعدين بعد أن نجمعهم راح نوجد حاصل جمعهم ونخليه متغير اللي هو sum. وحتى نوجد الأفرج مال هذه الأعداد مجرد راح أقسم السم على 100، لأن الأعداد اللي هي من 1 إلى 100 هي 100 رقم، وراح نلقى الأفرج. فإذا البرنامج بس مجرد راح يحتاج فد فور لوب، وهنا راح نقول راح نعرف المتغير اللي هو راح نخزن به السميشن. أنا لازم أنطي initialization اللي هو 0 باعتبار عندي عملية جمع. بعدين راح ندخل بالفور statement اللي راح تبدي بالانتجر i يساوي 0، والi اصغر ويساوي 100. طبعا راح نبدي من الواحد باعتبار هو قال من الواحد الى 100، والمية راح تكون داخلة ضمن الجمع، فاذا i اصغر وتساوي 100، ومقدار الزيادة هي مقدار 1 لان هو يريد جمع الاعداد من 1 الى 100. وهنا راح نقول السام زائد يساوي الi، فهذه الفور راح تتكرر الى 100 مرة، وراح تجمع الأرقام وتخزنها بالنهاية في المتغير sum. فهنا أنا أجي أطبع الأوتبوت اللي هو راح يكون the sum from 1 to 100 is، هنا راح يكون اللي هو sum، وراح نخلي end line. وهنا راح اطبع الافرج، the average is هو السام على 100. ما دام اني هذا الافرج ما راح احتاج استخدمه في عمليات حسابية اخرى، فاقدر مباشرة جملة السي اوت اطبع السام على 100، فالمفروض يطلع لي الناتج الافرج الارقام مجموعها من 1 إلى 100 هو 5050، والافرج مالته هو 50 لان الافرج هو الوسط راح يكون. فهنا نلاحظ انه the sum from 1 to 100 is 5050، the average is 50.